يلا يا جوكا جربي الفلتر ده. الحين بتحط لها ايه؟ يا لا يا ايه ده صح يا ايه ده ايه ده زكية زكريا عارفة زكية زكريا؟ أنا عارفة منه. يلا نجرب بقى الفلتر ده على على كوكي لما نشوف بقى هيكون عامل ازاي عليكي. يا بس جميل ايه ده يا ايه ده عامل لك شنب عامل لك شنب يا بنتي يا كوكي. زكية زكريا برضو زكية زكريا زكية بابا اطلب منك طلب. ايه يا جوجو عايزة ايه؟ يا بابا لو سمحت خدها افتح لي ازازة المية دي عشان مش عارفة افتحها. مش عارفة افتحي ازازة المية يا جوري؟ ازازة المية مش عارفة تفتحيها؟ والله حاولت كتير مش عارفة افتحها. خد افتحي هاتش 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 انا افتحها لك. كلي بعد كده كلي ثواني يا كوكي كلي عشان بعد كده تعرفي تفتحي ازازة المية. ده انت حتى الحنفية ما بتعرفش تفتحيها يا جوري. في ايه يا جوري؟ بابا ايه يا كوكي؟ هاتي يا بابا استني بس انا عارف ان انت بتعرف تفتحيها. انا افتحها لها بس الاول. طب ثواني هفتحها وبعد كده اوريها لك. ايه ده في ايه؟ ده مين اللي قافل ازازه الميه دي؟ هات يا بابا استني. لا 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 يا بنتي ما بتتفتحش. تقيله تقيله تتزل كده يعني مش قادر افتح السيستم اللي انت بتفتحيها كده كده اهو. جوكا انا اتحدي معاكي تحدي انا هضربك بالقلم لو عرفتي ان انت تفوتي ايدي ليكي ليكي جايزه انت وكارما. ماشي يا بابا. جاهزين؟ جاهزين. يلا عملنا بالراحة كنا بنضحك عليكم.